ليل الجمعة الخامس عشر من شهر تموز عام 2016، كانت تركيا على موعد مع حدث مفصلي غير كثيرا من مجريات الأمور السياسية في البلاد. محاولة انقلاب فاشلة خطط لها تنظيم الكيان الموازي التابع لفتح الله جولان بحسب التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية في تركيا. بعض من قوات الجيش سعت ليلا للسيطرة على المرافق الحيوية واعتقال رئيس الدولة وكبار المسؤولين فيها وإعلان الأحكام العرفية إذانا بدخول تركيا حقبة جديدة من الحكم العسكري. غير أن رياح الشعب التركي أتت بما لم تشتهي سفن الانقلابيين، فمكالمة مجانية للرئيس رجب طيب أردوغان إلى إحدى القنوات الإخبارية عبر تطبيق فيستايم كانت كفيلة بتغيير مجرى الأحداث في البلاد، إذ دعا أردوغان الشعب إلى النزول ومواجهة عناصر الانقلاب في الشوارع والمطارات والمواقع الحيوية الأخرى. وما هي إلا دقائق واكتظت الشوارع بزحف شعبي عرقل خطوات الانقلابيين ومنح القوات الشرعية الفرصة اللازمة للتعامل، حتى أشرقت شمس السبت وقد انكسرت محاولة الانقلاب ولم يبق إلا بعض بؤر تقاوم محاولات اعتقال عناصرها. قدم الشعب التركي مثالا للتضحية في سبيل وطنه ومستقبل أبنائه، فقتل أكثر من 250 شخصا وجرح ما يزيد على 2200 آخرين، إلا أنهم في مقابل ذلك أجبروا الانقلابيين على التراجع. وتمر الذكرى الرابعة لتلك المحاولة الفاشلة وقد أصبح الانقلابيون مجرد أرقام في السجلات القضائية، وليحتفل الشعب التركي سنويا بذكرى انتصاره على محاولة سرقة حاضره ومستقبله.